السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوريكم واحد الطريقة باش تصوبوا القفولة ديال اللبسة. باش كتجمعي اللبسة المفتوحة، جلابة، عباية، طريقة سهلة. كما شفتوا هاد التعصيبة هادي تندخلوها انت تندخل كنشبك وحدة بوحدة، يعني مجدول بسيط. اي واحد يعصب يصوبو، هي وحدة تصوبو. ساهل، هذا قيطان تنعصبو بدك الماكينة ديال التعصب. من بعد ما تنساليه داك الراس ندفنوه في داك هنا تندفن. كنزير واحد شوية، تنطوي هذه واحد الطوية مزيان، كنولي نطوي وحده فوق منها، هذه الثانية فوق منها، نقطع نعقد بالخيط. وتنحرك داك القيطان باش ما يبقاش مشنتف، هنعاود نصوب له الانتواء ديالو. هذاك الذكر عند نفس الطريقه، ما كتبان لكمش هذيك اللي متحت الصباع، حيت ضروري خصني نبقى شاد بصبعي باش يبقى مشدود مزيان، يمشي مقادد. الى حيد صبعيتي تندخل لتحت، كندخل لفوق بهاد الطريقة حتى كيعمر. ندير واحد 6 ديال الطريجات، هادي نتيوه. ما عاديش نجر لهداك الخيط باش ما يمشيش داك العوينه، هذيك العوينه عادي نخليوها. تناقض هذا الرويس ديال الخيط، تنزل لكو في الابره، كندير لهم هاد الطريقه هادي، تندخل الابره، تنجيب داك الرويس اللي عقدت، كنعاود ندير له عقدة السريفة، تنجبدو تنزيرو مزيان. وبهاد الطريقة تنبدا نعقد فيه. هاديك هي العقدة، كندور الخيط على الإبرة. كنزير مزيان، قطع داك الزايد، كنعاود نكويها مع عاوتاني باش ما يتشنتفوش.
طريقة سهلة. بعدين صوب داك العقيدة كتسمى بالغرزة الفاسية، غرزة مربعة الشكل، هي اللي كتعطيني داك الصديفة باش نشد بيها بداك النتيوة. يعني ما فيه كروشيه الحديد باش من ما تصبنيها ما يطلقش داك الصدى، كل شي فيها غير الحرير. وبهاد الطريقة تنبدا الغريزة حتى كتعمر. نتمنى والله تستافدوا من الفيديو. راه بالدعوات ديالكم كنتشجع. حتى انا تنشكركم بزاف. صافي، ملي كتعمر داك العقيدة كنقطع الخيط، وكيف ما تتشوفون اذكر انتيوا هذا كيدار في جلابة، العباية، قفطان مفتوح. طريقة بسيطة وسهلة، اي واحد يمكن له صعوبة. السلام عليكم ورحمة الله.